افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، كما تساهم تلك المصانع في تغطية احتياجات السوق المحلي من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية، كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية. قال الرئيس السيسي إن الدولة حرصت على تحقيق الإنتاج المحلي ذاته من الكلور، وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيميائية بمنطقة أبو رواش إن الدولة تسعى لإنتاج بعض المواد التي نستوردها من الخارج لتقليل الضغط على الدولار. دعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكداً حرصه على عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب، وشدد الرئيس على ضرورة وجود أوعية إدخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مستشهداً بصندوق قناة السويس، مشيراً إلى أن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، لافتاً إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق كان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة. التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعدد من قيادات حزب الوفد ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها تنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الوفد في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها. أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن الجيش الأوكراني سيمتلك كل الأسلحة اللازمة لتحرير الأراضي الأوكرانية من القوات الروسية، موضحا أن الأمر مسألة وقت فقط. وقال كوليبا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكارين فورم الأوكرانية: إذا قمنا بتلخيص كل المحادثات التي تجري عبر القنوات الخلفية ليس فقط في واشنطن ولكن أيضا في البلدان الأخرى، فإن الاستنتاج هو كما يلي: جميع الأسلحة الضرورية ستكون هنا، إنها مسألة وقت فقط، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين كييف ودول الغرب حول الدعم العسكري إلى أوكرانيا. تعادل فريق الزمالك سلبيا مع المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المقاولون ضمن المنافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز. وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز. هنعمل كل حاجه يا رب. الله ينور بيك. السلام عليكم.